بسم الله، النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج سينما 4D. طيب لو احنا عايزين نعرف البرنامج ده نتخيله، بنحاول نشوف اقرب برنامج ليه. اقرب برنامج ليه نقدر نقول برنامج 3 دي ماكس. البرنامجين قريبين من بعض من ناحيه ان هما الاثنين بيعملوا الموديل وبيعملوا الريندر ليه، وبيقدر يعمل حركه، وبيعمل يقدر يعمل انيميشن، يقدر يعمل موفي. فهو برنامج بابليك، اي حاجه تتخيلها تقدر تعملها، مش برنامج خاص بعماره ولا خاص بالكرتون ولا خاص بشغل هندسه. لا، هو برنامج بابليك مهمته ان انا اعمل موديل واعمل عليه ريندر. هل هو برنامج من برامج البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج؟ لا، البيم ليس منها ان انا اخرج حاجه معمول لها ريندر. البيم ان انا اعمل حاجه نظيفه، اقدر اعمل منها حصر، اقدر اعمل منها حل التعارضات. ابدا اقول له مثلا دي عند الحوائط اهيت، ودي عند الكهرباء، اتلي التعارضات بحيث ابدا اعرف فين الاوبننج، فين الحاجات اللي فيها مشاكل ابدا احلها. تمام. ف هو زي 3 دي ماكس برنامج بابليك ليس من برامج البيم، ولكن ممكن انا اعمل الموديل كله على الريفيت او الارشكاد او اي برنامج تاني. ما عنديش اي مشكله مع اي برنامج تاني، اي برنامج تعمل بيه الموديل وتصدره للارشكاد او ل 3 دي ماكس او لليومن او لبلندر. اي برنامج البرامج الريندر كلهم كويسين، تبدا تشوف انهي احسن واحد فيهم واللي انت بتشتغل بيه واللي انت بتستريح له. وسيبك من الاسامي الكبيره، الناس كلها تقول لك احسن برنامج الاسم فلان. لا، ممكن يكون في برنامج تاني جربه وشوفه، لو هو احسن شغل بيه، المهم ان انت تطلع شغل كويس ويكون البرنامج تبع شركه كبيره مشهوره، بحيث ما يحصلش انها تحصل لها دروب فتلاقي نفسك ايه، وقفت. تمام. دي صور للشغل هو معمول على البرنامج ده. شغل مثلا حاجات معمارية، ده الموقع ماكسون دوت نت. تمام. وده هو لو انت عايز تحمل برنامج سينما 4 دي ستوديو. ده شغل انجينيرينج، شغل افلام، مؤثرات، حاجات علمية. تبدأ تشوف صور كده لنماذج الشغل اللي تقدر تطلعها بيه. تمام. طيب فهنبدأ ان شاء الله نبدأ نتعرف على برنامج سينما 4 دي. اهوت البرنامج، لو انت بصيت كده هتلاقي نفسك لو انت اشتغلت على الماكس ان الواجهه مألوفه شويه. هنا واجهه العمل. البرنامج اسهل في التعلم واسهل في الشغل. الاوامر فيه مرتبه ومنظمه ومش كتيره زي 3 دي ماكس. 3 دي ماكس يعني من وجهه نظري البسيطه الضعيفه خالص ان هو كل اصدار بيطلعوا حاجات اوامر تختصر وبيسيبوا الاوامر القديمه، فده بيعمل لخبطه وبتلاقي اوامر كتيره موجوده. تمام. طيب هنا البرنامج بتلاقيه سهل، دي واجهة العمل. تعالى نعمل مثال بسيط وإن شاء الله هنفضل كل مرة كده نقول شوية معلومات لحد ما الناس تبدأ تتقن البرنامج. يعني مثلا لو أنا عايز أبدأ نموذج، باجي هنا ببص هنا بلاقي عندي كيوب، بلاقي عندي بلان، ديسك، تورس، بيراميدز، تيوب، سفير. تبدأ تشوف إيه الشكل اللي أنت عايزه. خلينا نبدأ بالأهرامات. طيب دي الأهرامات، أي شكل تاني عايز تحطه مفيش مشكلة. هقول له أنا عايز أعمل موف، بلاقي عندي الاكس والواي والزد، ابدا احركه في الاكس او في الواي او في الزد زي ما انا عايز. عايز اعمل اكبر او اصغر مش مشكله، تبدا تشوف، تبدا تصغر الحاجه اللي انت عايزها. عايز تعمل ترسم حاجه تانية مثلا وليكن كون اوت، او تقدر تعمل له موف. هقدر تبدا تحط اشكال زي ما انت عايز. ممكن اقول له انا عايز احط تكست، اهو هو حاطط تكست اهو. طب انا عايز اغير الكلمه دي، اغيرها ازاي؟ ما مش معقولها اسمي المبنى مثلا اكتب تكست، انا عايز اكتب اسم معين. خليني اكتب مثلا عمر. اوكي. طيب اهي اتكتبت اهي. طيب شكلها كده برضو مش عاطفي، عايز اديها شويه كده بروز. طيب عشان اديها البروز دوت هاجي اقول له امر اكسترود. من هنا هقول له اكسترود. اكسترود يعني انبثاق. يعني ايه انبثاق؟ ابسط حاجه عشان تعرفها معجون السنان، انت بتدوس عليه بيبدا المعجون اللي جوه يخرج في شكل معين، بياخد شكل الدوريه بتاعه الفوهه بتاعه معجون السنان. فلو هي على شكل مربع هتخرج مربع، طبعا لو مربع مش هتنفع تقفل. تمام. فعشان كده بتاخد شكل اسطوانه عشان تقدر تلفها على طول. السعر بمناسبة معجون السنان، سعر الغلاف بتاع معجون السنان تقريبا 60% من ثمنه. تمام. التكست، طيب انا عندي هنا التكست ده اكسترود، اسحب التكست احطه جوه الاكسترود. تمام. بدأ اهو يديله شوية
سمك ليه، تمام. ممكن اجي في اكسترود واقول له انا عايز ازود السمك دوت، انا كده معلم على الاكسترود. هنا الحاجات اللي موجوده ده البيراميدز، ده الكون، ودي الخصائص بتاعته، اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. انا كده بدات اديله القمه اللي فوق، ابدا اديها شويه ريديوس. الاول كانت زيرو، بدات اديها ريديوس الشكل دوت. ممكن ابدا ادخل في عدل في التكست نفسه، الفونت، الالاين، تمام. هو انا بيطلع لك القائمه بتاعت الفونت، بس شكلها تاخد وقت على ما تطلع، تمام. اعلم على اكسترود، تبدا تظهر لي الخصائص بتاعت اكسترود، ابدا اعدل فيها. يعني هنا بتختار العنصر اللي انت عايزه، وهنا تبدا تختار العناصر اللي انت عايز، الخصائص اللي انت عايز تغيرها في العنصر، تمام. طيب هنا بلاقي الشريط بتاع الزمن. يعني ايه بتاع الزمن؟ يعني بقول مثلا في الثانيه ديت العنصر ده هيبقى موجود هنا، في السنه اللي بعدها هيبقى هنا، فيبدا يعمل لي الحركه. وهنشوفها، الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله، مش مشكل، تمام. ده البرنامج ان شاء الله هنبدا نشرح الاوامر الموجوده فيه، يعني زي مثلا اكسترود، تمام. الجهاز بتاع الامكانيات قليله، فعشان كده هنج، تمام. ببدا اقول له ادي له اكسترود من ناحيه الزد، بيبقى بالشكل دوت. ممكن اقول له لا تهلي من ناحيه الاكس، خليها تميل في السنه. من ناحيه الواي تبدا تميل شويه، تمام. عايز ابدا اقسمها، يعني هنا بتلاقي الخصائص بتاعت العنصر تبدا تلعب فيها. يعني البيراميدز مثلا عايز تشوف مثلا السايز بتاعه، تبدا تكبر فيه، تصغر بتاع. طيب لو انا عايز الخواص دي تبقى موجوده هنا، تظهر تلقائي، تمام. ممكن اسحب واحطها مثلا هنا، فهي تلقائي اول ما افعل عنصر تبدا تظهر الخصائص بتاعته. اجي هنا اقول له بقى ابدا اعدل هنا، يعني طريقه اسرع، بدل ما واحد مكسل حركة الماوس من هنا لهنا. في ناس بتبقى مكسله تفتح عينيها، خلاص بسحبها كده مره، واول ما تمسك العنصر تبدا تظهر الخصائص بتاعته. يعني اقول له مثلا عايز الخاصيه دي موجوده هنا، اول ما فينا تبدا تديني ايه الخصائص بتاعت الاكسترود، ابدا العب فيها. اقول له مثلا والله انا عايز اغير الاكس، عايز اغير الواي، عايز اغير الزد، هتبدا تغير اللي انت عايزه، تمام. طيب لو انت دوست بالماوس في اللي هو الزرار اللي في النص، بيبدا يقسم لي الحاجات دي، بيقول هنا البرسبكتيف، هنا التوب، هنا الفرونت، هنا الرايت. وهنشوف ازاي تبدا تتحكم فيها وتبدا تغير فيها كل حاجه. هنا ده الموف، بدوس عليه ببدا احرك الشكل زي ما انت شايف. عايز انا مثلا اقف هنا، اقف هنا زي ما انا عايز. هنا بيبدا يدي لي زوم، تمام. لاحظ ان هو لما بيقف على حاجه بيديها زي هايلايت من بره، تمام. هنا برضو بيدي هايلايت من بره. هنا بيبدا يديني روتيت، ببدا الف الشكل زي ما انا عايز. طيب لو انا عايز العب في الماتيريال شويه، باجي هنا دوس مرتين يبدا يظهر الماتيريال. طيب الماتيريال هنا بيضه، طيب عايز اغير اللون، ادوس عليها مرتين اقول له انا عايز اللون، والله عايز، انا بحب اللون الازرق، هات لون ازرق، اوكي، تمام. وتقدر تحط له مثلا اي حاجة، عايز تضيف اي خاصية، البيوم بالنورمال، الالفا، تبدأ تلعب في الخواص دي كلها. طيب هنا ممكن تلعب في، تغير برضو من هنا. طيب اللون الازرق دوت ممكن اسحبه ارميه على اي حاجة انا عايزها. اول ما رميته ايه اللي حصل؟ بدأت تظهر معايا هنا. ليه؟ لان دي كل الخواص بتيجي معايا هنا. يعني مثلا الكون ديت اهي، هسحب الماتيريال دوت وارميه على الكون، تبدأ تظهر معايا هنا. دي خواص للعنصر، خواص العنصر. ممكن هنا مثلا انا عايز الكون ده يبقى منه، او خلينا مثلا في البيراميدز عايز اكرره. طيب لو انا عايز احرك بدوس الت وشمال، ابدا اسحب اهي، الت وشمال، ابدا اغير في الشاشه زي ما انا عايز. طيب انا عايز اعمل مثلا اري، نبدا نشوف امر اري بتعمل ازاي. امر اري بدخل على اوامر التعديل اللي هو دوت، بقول له انا عايز امر اري، حط لي امر اري. امر اري ملوش دعوه بالبيراميدز، لازم اسحب البيراميدز واحطه في الاري، او العكس ممكن اسحب الاري واحطه في البيراميدز. البيراميدز، تمام، اهو اتعمل له التكرار. طيب انا عايز اغير، مش عاجبني النظام دوت، هقول له انا عايز عدد العناصر مثلا خليهم لي ببلاش 7، اي رقم، اي رقم انت عايزه، ماشي.
اي رقم اكتبه هنا، الراديوس قد ايه، تبدا تغير في الراديوس، تبدا تغير في اي شكل، اي حاجه، اي خاصيه مش عاجباك غير ومالكش دعوه، عليا انا المشاريع. تمام. فاحنا شفنا ايه لغايه دلوقتي، ايه شفنا الواجهه سهله وبسيطه، العناصر بتبدا تحط اي عنصر انت عايزه بدون اي مشاكل خالص، هيظهر معاك هنا وتبدا تعدل فيه زي ما انت عايز، موف سكيل روتيت، مفيش اي مشكله فيهم. العنصر اللي بينزل هنا بيجي معاك هنا، تمام، وتبدا تمسك اي عنصر وتبدا تشوف الخواص بتاعته، تغير خواص زي ما انت عايز. هنا تبدا تظبط الماتيريال، هنشوف موضوع الزمن بعد كده ان شاء الله، وهنبدا نشوف الخواص اللي هنا ازاي بتتحكم فيها. ده بس مقدمه بسيطه عشان نشوف برنامج السينما 4D. اهم حاجه تطبق وتشوف النموذج يشتغل ازاي، تعمل موديل مع نفسك، تبدا تعمل رندر، ولو في اي مشاكل نفكر فيها مع بعض ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.